بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما وعدت من قبل راني ندير هذا الفيديو باش نقدم بعض التوضيحات، خاصة أنه جاتني رسائل عدة جدا واستفسارات الناس تطلبها. عشر رسائل الآن. من بين الأسئلة اللي لحقتني، علاش الجيش حب يلتزم بالدستور وما حبش يخرج عن الدستور باش يلبي طلبات الناس اللي راهي تنادي بذلك؟ الحقيقة الخروج من الدستور بحد ذاته، الناس اللي طالب به راهي طالب باش يوقع الجيش في فخ، والفخ هذا اللي حابين يطيحوا فيه الجيش، حابين يطيحوه فيه باش يشغلوا الجيش في الجبهة الداخلية اللي هي الجبهة السياسية. ليس ذلك فحسب، لأنه الجيش لما ينشغل في الداخل هذا معناه أنه الغرب راح يأخذ، خاصة فرنسا، أنه الجيش راه يتدخل في السياسة، والجيش راه هو اللي راه يحكم بطريقة مباشرة، لأنه إنهاء العمل بالدستور معناها أنه راح تكون فيه ترتيبات أخرى، يكون فيه حالة استثنائية، تكون فيه أمور أمنية مرتبطة، يعني راح نرجعوا كما رجعنا ل92. والناس اللي راهي حابة تزج في الجيش بالجيش في مرحلة كما مرحلة 92 عندهم مخطط وعندهم أجندة. الأجندة هذا نعرفه مليح. بعد ذلك، يعني بعد يظنوا أنهم لما يديروا هكذا راح الغرب ينقلب علينا، راح نقول علاش من بعد. وكي ينقلب علينا راح يقطع علينا، يضرب علينا حصار ويقطع علينا مثلا المواد الأولية، بمعنى أنه الغرب راح يساند هاد الناس هذو اللي راه تنادي بالمرحلة الانتقالية أو بالإيقاف بالدستور، وراح يشكل ضغط على الجيش من جهة أخرى، يعني من الخارج، باش الجيش يكون في وضع حرج ويزيد يضغطوا عليه، عفوا، باش يعني الجهات اللي راهي تنادي بذلك باش يقوموا بتغييرات هما راهم حابينها وتخدم مصالحهم. يعني بصفة عامة رايحين في مشروع انه الجيش حابين يسترجعوه ويولي الجيش فرنسي مخلص داخل في الصف كما كان جيش 92، يعني كما كانت القيادة في 92. زيد على ذلك انهم الان في الوقت اللي راهي الناس الان الله يبارك في رمضان تفطر في ديارها، الله يبارك في العائلات مجمولة، رمضان عنده طعم خاص، كاين ناس راي في الحدود، جنود رجال، بالمناسبة نحييهم بصفتي الخاصة ونقبل كل واحد من راسه، لأنهم هادو أسود نتاعنا، ربي يحفظهم. هاد الناس هذي راهي، هاد الأسود هذي راهي تحمي الجزائريين في الحدود اللي راهي شعلة نار، بمعنى أنه الأعداء راهم يتربصين بينا في كل الحدود. الآن أي جزائري عاقل لو كان يأخذ الخريطة نتاع الجزائر ويشوف الدول المحيطة بها راح يعرف باللي أنه النار راهي شعلة في كل جهة، يعني أن حدودنا كلها راهي على الخط الأحمر. يعني بذلك أنه لما راح يلهيوا الجيش ويدخلوه في الجبهة الداخلية، الجبهة السياسية، معناتها راحين يضعفوا الجيش على الحدود، لأنه الطاقة العملية نتاع الجيش بالطبع راح تضعف، وبذلك راح يدخلوا الإرهابيين نتاعهم، يدخلوا الناس اللي راح يتسنى على الحدود باش تقوم بالأعمال نتاعها اللي راح تنتظر باش تقوم بها. هذا هو شو ينتظر الجزائريين، وهذا هو المخطط نتاع الناس اللي راح تنادي بالإيقاف العمل بالدستور، لأن الخروج من الدستور يخدمهم ويخدم المصالح اللي راهم تابعين هما لها. هذا من جهة. من جهة ثانية، توقيف سعيد بوتفليقة ما جاش هكذا برك. أعتقد أنه الكثير شافنا أن تكلمنا على سعيد بوتفليقة منذ سنوات، قلنا أنه الخيانة نتاعو راهي ثابتة منذ سنوات، قلنا أنه كان على اتصال دائم بالإليزي، كان عنده خط مباشر يتلقى تعليمات ويتلقى توصيات، وحتى أنه جاتوا ناس لرئاسة الجمهورية باش هما كذلك
يشرفوا مباشرة على المخطط نتاعهم، المخطط الخياني، باش يستولوا على الجزائر يعني بصورة كاملة جدا. الآن سعيد بوتفليقة هذا اللي شاف أنه الشعب ما قبلوش الوعادة الخامسة، كان عنده مخطط جهنمي لازم الناس تعرفه. المخطط الجهنمي هذا مش فقط أنه يعني أمضى بيان بإنهاء مهام قائد الأركان بنفسه وعطاه للناس نتاعو باش ينشروه في الفيسبوك وينشروه في الوسائل الإعلام، ليس ذلك فحسب، بل أنه اتصل بشخصيات، شخصيات عدة كلها راهي تحت المراقبة، بعض منها راهو محكوم، البعض منها مش محكوم، البعض منها مثلا كما لويزا حنون تماداو في العون نتاعهم وراحوا بعيد. كاين كثير يعني اللي يقدموا العون نتاعو لسعيد بوفريقة لانهم عندهم مصالح. قلنا من قبل انه الفساد راح يدافع على نفسه، قلناها من قبل الفساد راح يدافع على نفسه، وهذا شيء طبيعي انه الفساد يدافع على نفسه، لانه المساله مساله حياه او موت بالنسبه لهم. راكم تشوفوا الان شكون اللي كان يقول سعيد بوتفليقة المتغطرس، سعيد بوتفليقة الإمبراطور راه في السجن. شكون اللي كان يقول توفيق اللي كان يقول عليه رب الجزائر، والجزائر عندها رب واحد والحمد لله، نقول رب وما نقولش إله، اللي هو الشعب الجزائري اللي يحميه الله سبحانه وتعالى. فشكون اللي كان يقول أنه توفيق يبقى الآن في السجن هو طرطان؟ فتغييرات مهمة جدا، تغييرات تعتبر كانت الناس مش ممكن تتصورها. يعني الناس لما كانت تذكر اسم توفيق كانوا يذكروه غير بال غير بال غير بال غير بالخوف، يعني غير بسكات، غير من الوذن الوذن فقط. فسعيد بوتفليقة راح بعيد في الاتصالات نتاعو، وكان مستعد انه يعلن حالة الاستثناء، يوقف العمل بالدستور ويخرج الدبابات للشارع باش يبقى في الحكم. هذا هو المخطط نتاع سعيد بوتفليقة، هذا هو المخطط. هو كان حلال عليه يخرج على الدستور، لأنه الجهات اللي وصاته بذلك قالت له لازم تحكم الجزائر، لازم تبقى أنت وراك مهما كلف ذلك. هذه العبارة هذه تذكرني بشخص قال في 92 حنا مستعدين أن نقتل 4 ملايين جزائري باش يقعدوا في الحكم، وداروها. يعني داروها، خالد نزار دارها. خالد نزار كان حاكم الشعب الجزائري في 92، يعني عصابة فرنسا الحركة، ما نقدرش نسميهم غير ذلك، الحركة، كانوا حاكمين الشعب الجزائري، وكل دايم الصباح يذكروه بأنهم هما اللي حاكمين الجزائر، بأنه اللي يتحرك راح يكون مصيره الموت، وذلك بقطع الرؤوس ويحطوها في الشارع. يعني الريسان اللي كانوا يرميهم في الزنقة كل صباح في كل المدن ما كانش هكذاك برك، ما كانش يدورها هكذاك برك. توفيق لما قام مع خالد نزار بهذه الخطوة هذه ما قاموش بها هكذاك برك. الاعتقالات العشوائية ما كانش هكذاك برك. المجازر ما كانش هكذاك برك. حكموا الجزائر حزب فرنسا، حكموا الجزائر بالحديد والنار، وحكموه بهذه الطريقة الهمجية، بهذه الطريقة المجرمة باش ما يزيدش خلاص يطلع راسه. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة اللي صارت في 92، وهذه هي الحقيقة كذلك. الشيء المهم اللي سعيد بوتفليقة كان مستعد أنه يقوم به، هذا لازم الجزائريين كلهم يعرفوا. إذا كان خالد نزار كان مستعد أنه يقتل 4 ملايين جزائري، سعيد بوتفليقة كان مستعد أنه يفعل أكثر من ذلك. ليش؟ لأنه الجهات اللي مراه قاتلوا لازم تستولي على الجزائر، لازم تبقى في الحكم مهما كلف ذلك. هذه هي التعليمات نتاعو، لازم الجزائر تعرفها، هذه هي التعليمات نتاعو. فالحمد لله نرجح كذلك نقول أنه الفطنة، أنه العمل تاع رجال الأحرار في الجيش الوطني الشعبي هما اللي وقفوا كل المخطط، وهما اللي أنقذوا الجزائر من مصير كان يكون أسود أكثر سواد من 92.
هذه حقيقة لازم الشعب الجزائري كلها يعرفها. ولما قاموا الأحرار بذلك الحمد لله، خاوتنا هذو ما يستحقوا لا جزاء ولا شكورا، قاموا بواجبهم لأنهم عهد الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الجزائر، عهد الله سبحانه وتعالى لأنهم يقوموا بقائمة نوفمبر للحفاظ على عهد الشهداء والمضي لاستقلال الجزائر التام. نعاودها، لاستقلال الجزائر التام. الآن أعتقد أني هذه النقطة تقدمت لها. فيما يخص نقطة أخرى، الناس حبت أخي اللواء قايدي لأنه تكلم بكل عفوية، تكلم من قلبه كجزائري، تكلم من قلبه كجزائري وقال واش صرا يعني الحقيقة هذاك واش صرا في 92، خالد نزار وتواتي يعني المجموعة هذه قامت بفتنة عظيمة جدا، الناس تخلطت عليها البوصلة، يعني الناس ولات ما تعرفش علاش، لأنه كان شيطان واسمه الديارس كان يأجج في النار في الجهتين، كان يقتل هنا ولا هنا، كان يضرب هذا بهذاك، علاش؟ باش يحكم الجزائر، علاش؟ باش يبيعها لفرنسا. فالناس الآن، الأحرار اللي راهم بيدهم الجزائر، اللي راهم يحافظوا عليها، راهم كلهم الحمد لله من طينة أخي اللواء قايدي، كلهم كيف كلهم ولاد الجزائر العميقة، كلهم ناس يعني تكواو بنار الفتنة، ككل العائلات الجزائرية، العائلات البسيطة، العائلات اللي ولادها راحوا يعني للمدارس الجزائرية وتعلموا مع الشعب ويعيشوا مع الشعب، هذو هم أولاد الجزائر الآن اللي راهم حاكمين الجزائر. فالحمد لله يعني نقولها بكل اعتزاز، الجزائر ماهيش فقط بين يدين آمنة، الجزائر راهي بين أيدي مسؤولة، بين أيدي تحب الجزائر، بين أيدي خاف على الجزائر، ومستعدة تضحي إلى آخر فرد منها من أجل تحرير الجزائر، ومن أجل أن الشعب الجزائري نتاعنا يكون في أمان. هذه نقطة كذلك كنت حب نوضحها للجميع. كذلك كنت حاب نتكلم فيما يخص يعني الجهات القضائية اللي تعمل الآن. الناس تقلقت ويقولوا كيف يعني فلان ما تحكمش وفلان ما تحكمش ومازال يتمشى ومازال كذا. الناس لازم تعرف كذلك أنه العمل القضائي عمل مش يعني العمل القضائي الصح، نقوله يعني اللي يعتمد على القانون ما يكونش بتسرع، يكون يعني كاين تحريات، كاين جمع الدلائل، جمع وثائق، يعني عمل دؤوب جدا جدا. فالناس اللي راهي تعمل الان الحمد لله ما راهيش غفله على اي واحد، وكلهم راحين يخلصوا، كلهم راحين يخلصوا، ما كان حتى واحد راح يسلك، اللي دار يخلص، هذه ما فيهاش نقاش، اللي دار يخلص. تطلب بعض الوقت صحيح، لأنه كما يقول الناس بكري الطياب المليح يجي على نار هادية. نعرف أنه الناس يعني نتفهم أنه الناس راهي مقلقة وكذا وكذا، ولكن يعني الله غالب، هذا هو العمل المليح كيفاش يكون، يعني يكون بطريقة هادئة، بطريقة قانونية، علما أنه العمل متواصل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، والناس في هذا رمضان هذا بالذات ما رايش تروح لديارها، رامي يخدموا، لأنه العمل كثر، يعني كما قلت في المرة قادم مرة أخرى، يعني كل ما تحفر تلقى حشكم العفن، يعني وين تجيب وين تضرب تجيب، يعني حاجة ملف يجر ملف، يعني فساد 20 سنة، يعني موش هذا نذكر فقط 20 سنة، فساد 20 سنة. تلقيت كذلك بعد الأسئلة، يعني الناس فيها تقول وين كان الجيش هذا 20 سنة؟ تكلمنا عن الجيش من كان 20 سنة، قلنا أنه الجيش من 20 سنة يعني كي راح زروال
بعد الضربه اللي داروها له زروال، داروها له بالطبع العربي بالخير وتوفيق وجماعته. وهذا بحد ذاته هذا موضوع شائك، لانه متعلق بالجرائم الكبرى اللي صارت في الجزائر، وهي الجرائم اللي صارت يعني في بن طلحه ورايس. يعني هذا وحده ملف كبير جدا كبير جدا باش يحوزوا رئيس زروال. الله يحفظه على كل حال ويجعل ان شاء الله يعني دخول الجزائر. المهم الناس هذه اللي حكمت الجزائر في 20 سنة، يعني اللي حكمت الجزائر مدة 20 سنة، عملوا بطريقة جهنمية باش يستولوا على الجيش كما قلت في أول هذا الفيديو. واستولوا على الجيش فعلا، يعني استولوا عليه. الناس يعني في الخارج وفي الداخل كانوا يظنوا أن الجيش أصبح جيش فرنسي باعتقاد فرنسي بعقيدة فرنسية بتوجه فرنسي إلى غير ذلك. يعني الناس ولات مبيوعة، خلاص الجيش الجزائري ولا مبيوع ولا تحت تصرف الجميع. بالطبع لأنه العربي بالخير جاب خاين، شكون اللي حطو فيه؟ حطو العربي بالخير. شكون اللي جاب بوتفليقة؟ حطو العربي بالخير. يعني العربي بالخير عكس اسمه ما كانش حاجة عملها بالطبع بإعاز بأوامر من فرنسا، ما كانش حاجة عملها كانت في صالح الجزائر. فالجيش منذ عشرين سنة كان في قبضة حزب فرنسا، وكان كما قلت الناس تظن أنه خلاص راح الجيش. لولا الحمد لله طائفة من الضباط اللي تخاف الله سبحانه وتعالى واللي تعمل في سكوت، تعمل في هدوء بنكران الذات، مؤمنين أن الجزائر المصير انتهى، لازم يكون غير المصير اللي كانت فيه منذ 20 سنة. مؤمنين أن عهد الشهداء هو عهد في رقاب كل الجزائريين، لازم نوفيه به لأنه الجزائر أمانة، لأنه الجزائر أمانة. دفعنا ثمنها غالي جدا جدا جدا. اللي ما عندوش شهداء في العوائل نتاعو ولا اللي ما عندوش مجاهدين ممكن ما يفهمش، ما نطعنش في الوطنية نتاعو، ولكن ممكن ما يفهمش. ولكن اللي تربى في العائلة نتاعو ما عندوش جد، ما عندوش عم، ما عندوش خال، فرنسا هلكاتو حتى بعد الاستقلال، لأنه فرنسا التأثير نتاع فرنسا ما محبسش في 62. التأثير تاع فرنسا إلى غاية اليوم رانا عايشين فيه، يعني الخيانات رانا عايشين فيها إلى غاية اليوم. الناس دفعت ثمن غالي جدا. فالضباط هادو اللي عهدوا الله سبحانه وتعالى ومشاو بكل سكوت هم اللي رام ينقذوا الجزائر الآن، لأنه مؤمنين أنه كاين شيء مقدس هو الجزائر، كاين شيء مقدس هي الأمانة. فالحمد لله حافظوا عليها بدفع ثمن صحيح، دفع ثمن بدأوا يدفعوه منذ أن العربي بالخير قام باغتيال باللصيف رحمه الله، يعني اغتياله نفسيا وضعه في السجن، إلى اغتيال اللواء سعيد فوطير رحمه الله. يعني عندهم ما قتلوا، داروا يعني شيء مش ممكن نذكره في 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 بعض دقائق ولا في بعض ساعات. داروا شيء يجي الوقت بلك إن شاء الله اللي يخرج العامة تعرف الناس وش صار، لأنه ليس كل ما يعرف يقال. لكن الشيء اللي حاب نقوله أنه الناس اللي راهي تخدم في سبيل الله، الناس اللي راهي تخدم باش تنقذ الجزائر، تخدم باش كل جزائري يكون جزائري حق، يفتخر يكون جزائري عزيز في بلاده، ما يروحش يحرق في البحر، يكون جزائري حر عنده وين يداوي، يكون جزائري حر حقه يرجع ليه. لما جابوا تفليقة قلناها من قبل، جاب باش يرجع الخماس، وليد الخماس رجعوا خماس بعد 20 سنة، وليد فاطمة الشريفة الخدامة رجعت فاطمة خدامة أخرى. فهذا ما قبلناهش وما نقبلوش، احنا عندنا حرائر وعندنا رجال، هذا ما نقبلوش.
على هذيك اللي هذه المجموعه اللي راه تعمل الحمد لله، تعمل بتفاني، تعمل باخلاص، تعمل باش تنقذ الجزائر. شنانه في فرنسا، شنانه في الحركه، نعمل بحول الله الى ان نلبي كل الطلبات. الناس اللي راهي في الحراك، وهذا كما قال صاحبي اعتز به واحد حبيبي، قال هذا ماشي حراك، هذا بعث. صحيح هذا بعث، لان ما كان حتى واحد كان يظن ان الجزائر، ان الشعب الجزائري راح تكون فيه هذه الشراره، ولكن الحمد لله هذا بعث من عند الله سبحانه وتعالى، بعث لجيل. مع انهم يعني جربوا انهم يدمروا المدرسه الجزائريه، وتوفيق عمل على ذلك، توفيق عمل من بنبوزيد ما حطوش هذاك برك، كان من اقرب المقربين، الوزراء الاقرب المقربين لتوفيق هو بنبوزيد، لانه كانت عنده تعليمات لازم تدمر التعليم، لازم تعاود دير ريبروغرامين نتاع العقل الجزائري نتاع الشاب الجزائري، لازم يعاود يفكر بطريقه اخرى، لازم يعرف انه مو فرنسا، لازم يعرف انه العربيه ماشي مليحه، انه الاسلام دين ماشي مليح، لازم يعرف انه شهداء كانوا خرافه. هذا واش كانوا حابين يعلموا ولادنا، كانوا يحبوا يعلمونهم انه بسم الله الرحمن الرحيم اللي يقولها يولي ارهابي، اللي يصلي في المسجد يولي ارهابي. هذا واش كانوا يحبون يعلمونهم، كانوا حابين يخرجوا جيل ممسوخ، جيل تتحكم فيه فرنسا، تتحكم فيه الصهيونيه. العالم الان راهو يشهد تغيرات عظيمه جدا، الحراك هذا راهو قلق ناس كثير خارج الجزائر، قلق ناس كثير خارج الجزائر. ليش؟ لانه دوائر في المخابرات، نقولها بكل وضوح، في المخابرات الاسرائيليه، المخابرات الفرنسيه خاصه، راهم يعملوا باش ينقلبوا على الجزائر، لانهم الجزائر ما تساعدهمش، الجزائر القويه ما تساعدهمش، الجزائر ذات سياده ما تساعدهمش. واللي قلقهم كثير هو تسليح الجيش الجزائري، هو النوعيه في التكوين، النوعيه في اداء المهام. عندنا احنا الحمد لله الاسود تاكل الحجر، والله انه كنطلقوهم غير ما يخليو حتى واحد. الناس اللي تتربص بينا نقول لهم الا حبيتوا تشعلوا النار في الجزائر، والله الذي لا اله الا هو غير راح تشعل عندكم قبل ما تشعل عندنا. هذا توضيح نقدمه، اللي يحب يشعل النار عندنا والله غير نشعلوها عنده قبل ما تشعل عندنا. فهذا لازم الناس تعرفوا، مستعدين لاي شيء باش نسلكوا الجزائر، مستعدين لاي شيء باش حتى شعبي ما ينقص، مستعدين اننا نعمل اي شيء باش الجزائر يفتخر ببلاده، يفتخر بجيشه. الان في هذه الاوقات الحرجه، في هذه الاوقات اللي كل معدن نتاع الجزائر يموت، يعني نتقدم للجزائريين الاحرار، للشعب الجزائري، باش نقول لهم ساندوا خاوتكم. عفوا، ساندوا خاوتكم، لانه كاين على الاطار الشخصي، على الاطار الشخصي ممكن الانسان ياخذ قرارات، ياخذ خيارات راح يعني يدفع الثمن تاع حياته كلها. يعني احنا مثلا خدينا كانت خيارات في حياتنا رانا ندفعوا ثمنها الى غايه اليوم، حياتنا كامله احنا ندفعوا ثمنها. على الاطار القيادي، على اطار دوله، كاين خيارات لما ناخذها كاين اجيال راح تدفع الثمن تاعها. في اليوم لازم نحدد الاتجاه اللي لازم ناخذوها، لازم نحدد الاتجاه اللي راح تكون فيه الاجيال القادمه. فالان كل واحد لازم يبان على حقيقته، ما نخرجوش على الدستور، نساندوا الجيش الوطني الشعبي، نساندوا خاوتنا الاحرار اللي نعتز بهم، نساندوا الناس اللي تعمل بكل فناء، بكل تفاني، تعمل بكل اخلاص باش ينقذوا الجزائر من المصير اللي كان حاب سعيد بوتفليقه وجماعته يحطوا فيه. اتمنى ان شاء الله انه هذا النداء يوصل للشعب الجزائري، ونطمن كل الناس اللي راهي تشوف انه الجزائر في يد
خاف الله سبحانه وتعالى، خاوتكم يخافوا ربي سبحانه وتعالى، خافتكم يخافوا عليكم. على هذيك الآن الحمد لله راكم تظاهروا بكل سلمية من أول يوم. قال ما لازمش تتدنوا الشعب، ما لازم الشعب ينقاس. فالحمد لله، الحمد لله على هذا الساعة. ونتمنى إن شاء الله أنه نخرج من هذه الأزمة وإحنا رافعين رأسنا، نخرج إن شاء الله من هذا الوعكة هذه، من هذا الهاتف يعني وقت نقاها. نتمنى إن شاء الله أنه نخرج من أقوياء، ورحين نخرج أقوياء، رحين نخرج أقوياء، لأن لازم نخرج أقوياء. رانا في عالم ما يحبش الضعفاء، لازم تعرفوا رانا في عالم ما لازم يكون فيه ضعفاء، لازم نكون أقوياء، لازم نوريو لهم إحنا وش نكونوا. نقول أن الجزائر قادر على كل شيء، قادرين، وما حتى واحد ما راهو خير منا، ما راهو مش خير منا، عندنا العقول، عندنا الوسائل، عندنا كل شيء، غير أنه الجزائر حطموها بأتم معنى الكلمة. فالآن نقول أننا قادرين نعمل كل شيء، قادرين على كل تحديات، ولكن لازم نكون متحدين، لازم كل واحد يكون على بينة، كل واحد يعرف شكون هو المخلص في الجزائر الآن، وشكون اللي راهو يعمل في الظلام بعلم أو بدون علم. لأنه كان كثير من الناس راهم غلطين، كان كثير من الناس راهم غلطين وغلطين. اللي غلط ويرجع هذا يعني مش عيب. كان واحد عزيز عليه يقول لما نغلط أنا نقول درتها بالبصل، الله غالب درتها بالبصل غلط، ولكن وليت هذا هو الراجل. الشجاعة نتاعو مش أنه فقط يصدم برك، الشجاعة عند الرجل أنه لما يغلط يقول غلط، الله غالب، الكمال الله سبحانه وتعالى، أنا غلط نرجع. فهذا هو الأصل، أنه الإنسان لما يغلط يرجع. ناس راهي مغلطة صحيح، ولكن في نهاية المطاف راح يبان الحق، لأنه الناس اللي أخلصت العمل تاعها لربي سبحانه، الناس اللي تحافظ على عهد الشهداء وعلى دماء الأبرياء، ربي سبحانه ما راح يخذ لها، لأنه ربي سبحانه قال وكأن حقا علينا نصر المؤمنين. نتمنى إن شاء الله الخير للشعب الجزائري، وإن شاء الله تكون فيه فيديوهات أخرى للتواصل. السلام عليكم ورحمة الله.